السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعينا. معكم بيدياوي أو إس بيديا، موسوعة أنظمة التشغيل ومقارنة حصرية منتظرة بشدة وطلبها كتير قوي مننا ما بين بي 8 ولونر 6 بلس. زي ما أنتم متعودين معنا إن إحنا لما بنيجي نتكلم عن أي تليفون بنبدأ بالتصميم، بس أنا مش هتعمق هنا في التصميم، أنا هكتفي بأوجه الاختلاف بين الهاتفين. في الجهة العلوية في عندي في الونر 6 بلس متوفر الأي آر، في الجهة العلوية للأسف الخاصية دي مش متوفرة في البي 8. في المقابل عندي الجهه السفليه فيها السماعه وهذا مونو، في المقابل ان للاسف النون 6 بلس السماعه بتاعته في الجهه الخلفيه. طبعا في البي 8 سمك من المعدن والونر 6 بلس سمك من الزجاج، 7.5 مللي مقابل 6.4 مللي، 144 جرام مقابل 165 جرام. وفي النهايه النقطه اللي بتميز بيها الهاتفين حساس ار جي دبليو سنسور بدقه 13 ميجا بكسل مقابل كاميرتين خلفيتين، كل كاميرا بدقه 8 ميجا بكسل بتديك في النهايه صوره بدقه 13 ميجا بكسل، والهاتفين فيهم فلاش ثنائي وكاميرا اماميه بدقه 8 ميجا بكسل. لو بصينا على صوره فتح الجهازين طبعا شعر هو لازم يظهر على سلسله البي وسلسله الميت، وسلسله الميت مقابل شعر اونر بيظهر على سلسله الاونر، لانه يعتبر ان الاونر خط انتاج لوحده. اظن ان الاونر هيفتح الاول، على الرغم من ان الاونر فعلا فتح لوحده، على الرغم من ان الاونر كيرن 925 اقل واقدم من البي 8، الا ان سرعه الفتح اعلى من البي 8. لو جينا نبص على الاداء، فانا عندي في الجهازين 3 جيجا رام كيرن 925 بيدعم بي 32 بت في الاونر 6 بلس 8 نواه، وكيرن 930 بيدعم بي 64 بت 8 نواه في البي 8. يتبقى الاداء الفعلي للمعالجين، طبعا المعالجين للاسف بيجوا بنفس المعالج الرسومي اللي هو ماليتي 628 ام بي 4، دي ما تعتبرش نقطه ضعف في الاونر 6 بلس لانه اقدم، دي تعتبر نقطه ضعف في البي 8 لانه نازل في منتصف 2015، فدي غير مقبوله في البي 8. بس لو جينا بصينا مثلا على الالعاب، ده بالنسبة للأونر 6 بلس. على الرغم من معالج الأونر البي 8 أعلى، إلا إن الأونر 6 بلس في الأداء أفضل. سكاي سفاري للأسف الأونر 6 بلس أعلى. طبعا انا مستغرب لان للاسف المعالج احدث في البي 8. ده بالنسبه للاداء الفعلي في الجهاز زي ما انتم شايفين. طبعا انا بعتبر من نقاط ضعف البي 8 المعالج الرسومي المستخدم، مش مبرر ليك كشركه نزلت تليفون في منتصف 2015 ان هي تنزل نفس المعالج الرسومي المستخدم في منتصف 2014 في الاونر 6 والاونر 6 بلس اللي نازل في نهايه 2014، فده مش مبرر ليك كشركه. بيتميز كمان الهونر 6 بلس على الرغم من المعالج اقدم، الا ان مفيش فيه سخونيه في المعالج، على عكس البي 8 اللي هو بيتميز فعلا بسخونيه شديده في المعالج. لو استخدامك كان عادي واستخدمت التليفون لفتره طويله هتلاقي هتحس بسخونيه. الهونر 6 بلس مش هتحس بالسخونيه دي غير في الجرافيك 3 دي او الاستخدام المكثف للتليفون. بالنسبه للبطاريه فهي بسعه 3600 ملي امبير مقابل بطاريه 2680 ملي امبير في البي 8. على الرغم من ان سعه البطاريه قليله في البي 8، الا ان للاسف بطاريه البي 8 ما بتدعمش الشحن السريع، وده بيخليها انها تاخد نفس وقت البطاريه 3600 ملي امبير. تخيل ان هي بتاخد حوالي 3 ساعات و10 دقائق شحن، كتير. فطبعا البطاريه مفيش مقارنه، هونر 6 بلس يتفوق بجداره. بالنسبه للسماعات فانا شايف ان السماعات افضل في البي 8. سماعه واحده هي سماعه مونو، برضه سماعه هونر 6 بلس سماعه مونو، بس المكان في البي 8 افضل من مكانها في الهونر 6 بلس، خصوصا لو انت حطيتهم على سطح مستوي زي دلوقتي. بالنسبه للكاميرتين، وهي نقطه قوه الجهاز في كل نقطه قوه الجهاز في البيت ونقطه قوه الجهاز في الونر 6 بلس، فانا شايف ان دي بتمتاز بحاجه ودي بتمتاز بحاجه. الونر 6 بلس بيمتاز بخاصيه العزل والتركيز الاحترافيه حرفيا، كاميرتين خلفيتين، عينات التصوير. طبعا انا شوف بشكل مفصل كانت في ريفيو الونر 6 بلس، وده برضه هتلاقي ريفيو في رابط اسفل الفيديو على اليوتيوب، والمقارنه ما بين الكاميرتين هتلاقوها في رابط اسفل الفيديو على اليوتيوب،
ويبقى ليك الحكم بعد الحكم الفعلي بعد التجربة ومشاهدتك للصور. ده بالنسبة للكاميرتين. يتفوق البي 8 في ان السوفت وير الخاص بالتليفون بيجي بلولي بوب من العلبة بايموشن يوزر انترفيس 3.1 مقابل كيت كات ايموشن يوزر انترفيس 3.0. طبعا الاونر 6 بلس هيجي له اللولي بوب وايموشن يوزر انترفيس 3.1. لو جينا نبص على الاختلافات بين السوفت وير في الجهازين هنلاقي ان على الرغم من ان الاونر 6 بلس اقدم واقل في السوفت وير الا ان خاصيه الدبل تاب تويك متوفره. البيئه الدبل تاب تويك مش متوفره، وكمان ان انا ممكن ارسم حرف معين فيفتح لي تطبيق الطقس، دي برضو كمان مش متوفره، احتمال انها توصل للبيئه في تحديث. فانا مش شايف اي مبرر لانعدام المميزات دي في البي 8 على الرغم ان السوفت وير اقدم في الاونر 6 بلس. بالنسبه للماتيريال المستخدم في الجهازين، فانا شايف ان الماتيريال المعدن حتى ولو كان اطار معدني فقط في الاونر 6 بلس والظاهر من الزجاج، الا ان المعدن المستخدم فيه افضل من المعدن المستخدم في البي 8، بظل ان فعلا تصميم الجهازين والمواد المستخدمه فيهم محترم. يتبقى عندي السؤال الاهم، انت يا بدياوي هتختار ايه لو قدامك هونر 6 بلس وقدامك بي 8 هتختار ايه؟ شخصيا انا هتجه للهونر 6 بلس. قول لي ليه؟ هقول لك ليه، لعده اسباب. الجهاز فيه ان اف سي واي ار وبطاريه بسعه 3600 ملي امبير جباره، وذاكره داخليه 32 جيجا، وكاميرا احترافيه او بمعنى ادق دول الكاميرا حقيقي ما شفت زيهم في عالم الهواتف الذكيه في العزل والتركيز. مش معنى كلام ان كاميرا البي 8 وحشه، بالعكس كاميرا البي 8 ممتازه، بس انا مش هسيب ده كله واتجه للبي 8 عشان خاطر لولي بوب من العلبه وسمك 6.4 مللي، ومفيش فيه لا اي ار ولا ان اف سي وذاكرته الداخليه 16 جيجا وبطاريته 2680 ملي امبير، بسبب ان هو ما بيدعمش الشحن السريع، ومع الساعه القليله دي بتاخد حوالي 3 ساعات 10 دقائق شحن، نفس الوقت اللي بتستهلكه بطاريه الاونر 6 بلس عشان خاطر تشحن وهي بسعه 3600 ملي امبير. ان كان على لولي بوب فهو هيجي للاونر 6 بلس في ابديت وهيبقى ايموشن يوزر انترفيس 3.1 برضه، وان كان على المعالج الرسومي فهو واحد في الاثنين، وان كان على المعالج اللي هو كيرن 925 على الرغم ان هو اقدم من كيرن 930 الا انه زي ما انتم شفتوا تفوق في الاداء عليه، الاداء فعلا متقارب في الجهازين. فانا شايف ان الاونر 6 بلس فعلا صفقه رابحه للي هيشتريه، خصوصا ان سعره دلوقتي اقل من سعر البيت بكتير. وعلى العموم لو انت عاوز تشوف مراجعه الاونر 6 بلس بشكل مفصل ومراجعه البيت بشكل مفصل فهي موجوده في رابط اسفل الفيديو. وعينات التصوير مقارنه مع كاميرا الونر 7 ومقارنه مع كاميرا الايفون 6 برضو في رابط اسفل الفيديو. وما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك للرد على جميع تساؤلاتكم واستفساراتكم في اي وقت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشر الليل الاتنى، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.